بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفنا على الوحدة الثانية على المجال الإعلام، اليوم درسنا بإذن الله التنمية القرائية. أقرأ الناس مدة 5 دقائق مع مراعاة مهارة القراءة الصامدة. درسنا الماضي كان عن ماذا؟ عن النص الإطلاق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم خادم المرسلين. اليوم سوف نحل هذه النشاطات ونمي لغة في أصل الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. ها، أمامك كلمة أف هنا. ها، أف ماذا تصبح؟ نعم، معناها ماذا؟ تضجر. ربيعية. رباعية تسمى ماذا؟ ها، ما معنى رباعية؟ نعم، السن التي بين الثنية والناب. وأيضا حمرة، ما معنى حمرة؟ معناها ماذا؟ طائر من العصافير. تفرش معنى ماذا؟ معناها ترتب جناحيها وتبسطهما. جلو، ما معنى جلو؟ معظمه. إذا تعرفنا على معنى المفردات هنا. أف ما معناها؟ نوصل، ما معنى أف هنا؟ نقوم بالتوصيل. أف معناها ماذا؟ معناها تضجر، معناها تضجر. طيب رباعية معناها ماذا؟ السن التي بين الثنية والناب. حمرة، ما معنى حمرة؟ بمعنى ماذا؟ طائر من العصافير. تفرش، بمعنى ماذا؟ ترفرف بجناحيها وتبسطهما. جلها يعني معظمه. ننتقل للسؤال الثاني. استخرج من المربعات افقيا ما ياتي. كلمه تعني شمائل، ما معنى شمائل؟ ما معنى الشمائل؟ يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الاخلاق. نضع هنا خط على هذه، هنا يقصد بها اخلاق. طيب ما معنى كلمه شقه؟ معناها صعب. نضع دائره على كلمه صعب. طيب هنا تعرفنا على المرادف الكلمه، قلنا مرادف كلمه شمائل اخلاق، شق معنى مرادفها صعب. الآن ضد الكلمة يريد عكسها، عاق، ما عكس عاق، بار. نكتب ماذا؟ بار، نضع دائرة على كلمة بار. طيب منكر، منكر ما عكس منكر، أي معترف. معنى ماذا؟ معترف، نضع دائرة على كلمة معترف. إذا تعرفنا درسنا اليوم على المفردات الكلمات وعلى ضدها. شمائل مرادفة ماذا؟ أخلاق. وشق صعب، وضد كلمة عاق بار، ومنكر معترف. اقرا ولاحظ الموضوعين الذي استخدمت فيهم العباره التي تحتها خط. ها، صفحات التاريخ لا تتسع لذكر شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. وتعرفنا قبل قليل عن معنى كلمه جله. ما معنى كلمه جله؟ اي معظمه. قرات 7 من القصائد العشر التي اعجبتني، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. ألاحظ هنا الصورة وأبين علاقتها بالنص. ماذا نلاحظ هنا في الصورة وما علاقتها بالنص؟ نص ماذا؟ نص الوحدة ما هو؟ والنص عن ماذا؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم خادم المرسلين. ألاحظ الصورة وأبين علاقتها بالنص. ماذا تحظي في هذه الصورة؟ لاحظ ماذا؟ يا مكة. لاحظ ماذا؟ نلاحظ في الصورة ماذا؟ أو قبل الصورة، أملئي الفراغات على القراءة ما سبق. قرأت ماذا؟ عن من؟ أحسنتم، 5 من العلماء 7 الذي اقتنيت كتبهم، ولما يدرك كله لا يدرك جله. نكتب هنا 5. أحسنتم. باء، أتممت ماذا؟ 4 من ماذا؟ 4 من المهمات 7 التي كلفني بها المعلم، ولم يدرك كله لا يدرك جله. جي، قرأت ماذا؟ قرأت 50 آية من سورة الحج، ومن لا يدرك كله لا يدرك جله. إذا عبارة ما لا يدرك كله لا يدرك جله تستخدم في أي، نستخدمها في أي مواضع؟ نستخدمها في المواقف المحمودة، يتمنى صاحبها أن يدرك كل حاجة منها، لكنه لا يتمكن من ذلك فيحاول إدراك بعضها. نلاحظ هنا الصورة وبين علاقتها بهذا النص. ما تشاهدين في هذه الصورة؟ نعم، هنا الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا ماذا؟ مكة المكرمة، امتداد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أحسنتم.
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه رضوان عليهم أجمعين؟ بماذا؟ ها؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ بماذا؟ نعم، بالأفعال والأقوال والقدوة الحسنة. كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قدوة حسنة لأصحابه بالأفعال والأقوال والقدوة الحسنة. أحسنتم. ننتقل ثالثا، ودلل من النص على النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما رحيما، ودون ذلك في الشكل الآتي. هذا رقم واحد، الفكرة الرئيسية حكمته. ما الفكرة؟ موجودة عندكم في النص. عندما كسرت ربيعيته وشج وجهه يوم أحد، حيث لم يدع على قومه بل دعا لهم. هذا يدل على ماذا؟ على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أريد الفكرة على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة لديكم في النص. ها، عندما ماذا؟ عندما رأى الحمرة تفرش، سأل أصحابه من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ردوا ولدها إليها. رقم اثنان، التعاون مع مجموعة استخلاص أفكار الفقرة الأخيرة من النص ودونها. الآن انظروا للنص، وأريد الفكرة الرئيسية هنا ما هي؟ هو ماذا؟ هو كرم صلى الله عليه وسلم، والأفكار الفرعية ما هي؟ لا يرد سائلا، يبذل عطاياه عن طيب نفس، يحرم نفسه من أجل غيره. ننتقل للسؤال الآخر، هنا هذا واجب. التعاون مع من جواري رسم شكل يمثل علاقة الفكرة الرئيسية بالأفكار الفرعية. ننتقل للسؤال الرابع، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما استشهد الكاتب على ذلك؟ موجود لديكم في النص، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبما استشهد الكاتب على ذلك؟ كان خلقه ماذا؟ أحسنتم يا أولى، كان خلقه عظيما، واستشهد الكاتب بقوله تعالى وأنك لعلى خلق عظيم. أحسنتم.